اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، الفراخ المحمره من المطبخ المصري، المطبخ الريفي، لها طعم ومذاق خاص لما تكون جنب شويه ملوخيه، شويه رز مصري زي الفل. انا عايز اعمل فراخ محمره النهارده بالصلصه، حاجه كده بعد الفرخه ما تستوي وتتقطع نبدا ان احنا نحمرها وتاخد صلصه طماطم اللي هي الطشه، بيبقى طعمها حلو قوي على فكره، بناكل جلده الفرخه قبل اللحمه بتاعتها. معانا الايس كريم النهارده، وانا اتفقت مع حضراتكم من بدايه الاسبوع ان بمناسبه الحر وشده الحراره والجو اللي احنا فيه دلوقتي لازم نكسر من طريقه عمل الايس كريم ونعلم امهاتنا والمبتدئين في المطبخ بالصوره الحلوه اللي بتتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى كانتالوب من خير ارضنا. هنعمله النهارده ايس كريم بطريقه بسيطه وسهله، وهخليكي تعملي اي نوع فاكهه انت نفسك فيه تعمليه ايس كريم، هو ده الموضوع. معانا النهارده كمان صينيه بطاطس بالبشاميل. كلنا عارفين البطاطس بناكلها مقليه مشويه، ناكلها جراتان، ولكن بطاطس بالبشاميل الحشوه جوه التوبنج لحمه مفرومه سجق سوسيس حسب الرغبه. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره وش الحلقه دي فيها شغل كتير بجد. خلونا طبعا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي نعمل فراخ محمره بالصلصه او بالدمعه او بالتخديعه. الاكله دي انا بحبها جدا مع طبق رز ابيض حلو كده، واللي بحب دايما ورك الفرخه، حاجه بتبقى لطيفه وجميله. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. فرخه وزنها كيلو 200 كيلو 100 حسب عدد افراد الاسره، ومعانا صلصه طماطم اللي هي الطماطم المبشوره مع معلقه صلصه طماطم ومعلقه سكر وزعتر وتوم وبس. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه بهارات لطاف حلوين كده من الحب هذا. اول حاجه هنعملها هنقطع الفرخه اللطيفه دي. حلو؟ اه. بعد ما نقطعها نشوف هنعمل فيها ايه. دي اول خطوه. سكينتك تكون حاميه عشان ما تعورش ايدك. وعندنا كسروله الازاز دي كده. وناخد الفراخ دي يا عم الشيف نقطعها تقطيع حلوه. ممكن نقطعها 12 قطعه. ممكن نقطعها 8 قطع زي ما احنا عايزين. تعالوا نقطعها مع بعض كده بطريقه سهله وبسيطه. الفراخ بتتغسل الاول وهي سليمه. شويه دقيق، شويه ملح. ما تغسلش الفراخ بميه سخنه في حياتك، خلي بالك تزفرها مش تنضفها. حلوه دي، تزفرها مش تنضفها. الميه السخنه مش بتنضف الفراخ، خلي بالك. ميه عاديه خالص من الحنفيه، وبعدين تحط عليها شويه ملح، عصره ليمونه، عصره برتقان، الفراخ بقت نضيفه زي الفل. الفرخه بالشكل ده كده. نمسك بعد كده اول حاجه الفخده دي كده، بنقطعها على اتنين زي ما انا شغال كده، ونروق عليها كده علشان ايه؟ انا عايز فراخ مسلوقه حلوه. وانا من عشاق على فكره جلده الفرخه لما تكون متحمره في سمنه. في ناس ما بتسحبهاش يعني الجلده دي، في ناس مش بتاكلها، اللي عاملين دايت واللي عاملين هيلث دي كده، بالعكس انا بحبها. نمسك الصدر ده كده. حلو قوي. تمام. ده كده اربع منبات. ناخد الورك ده كده برضو نفس القصه. حلو. ونيجي على الصدر ده ممكن نقطعه ثلاثه لو انت حابه. مثلا كده لو هتعملها كريسبي بقى. نيجي هنا في المفصل بتاع الجناح نقطعها كمان مره كده. اه حلو، بسم الله ما شاء الله، دي كرومي في قلب الكسرونه. وناخد العظم بتاع الفراخ ده احنا مش عايزينه، بنشيله، ممكن نستخدمه في طبق شوربه. معانا عظم لحمه نخليه كله مع بعضه، وتعلمنا الكلام ده من الشيف المغازي اللي هو البوكيه جارنيه اللي احنا ممكن نسلقه معاه. عندنا الفراخ جاهزه زي الفل، بنبدا نتبلها مع بعض. تتبيله من الثوم، معلقه فلفله حلوه. حلو قوي ده كله مع الفراخ. اه شويه ملح حلوين.
فلفل اسود، تتبيله كده حلوه للفراخ، للامانه شويه بابريكا، وامسك الفراخ دي بايديا كده. اه حلوه دي خطوه. اه خلي بالك من الموضوع ده عشان ايه، في شويه ايه خبره طهويه كده. الفراخ اتبلت اهيت، والفراخ متقطعه حتت صغيره، المفروض هنا ما تاخدش وقت كتير في السوا، زي ما هي كده من غير اي ماده دهنيه بحطها هنا. الله الله على الريحه الحلوه. شويه البهارات الحلوين دول. حلو. وعندي ماء بيغلي على النار، ميه مغليه، ابدا ان انا احط الميه المغليه عليها كده. الله على الريحه الحلوه يا شيف. بس كفايه، وعزها هزه كده استوت الفراخ. تغلي ازاي بقى وغليت ازاي ومعاك، لازم تكون انت فاهمه مطبخ بالشكل ده كده. الميه بتاعتك بتغلي، طاسه سخنه على النار، فراخ قطعتيها تبلتيها بالشكل ده كده، ونضفتك اول باول في المطبخ عشان الصوره تطلع حلوه، وتسيبي الفراخ دي تغلي كده على ما نجهز التوابع بتاعتها. حلو الكلام. اه بالشوكه الفراخ بتاخد لون، تاخد طعم، تتسلق سلقه حلوه، ولغايه هنا محطه. ممكن نعملها كبسه، نعملها مقلوبه. اه خليها تستوي براحتها، تعملي صينيه بطاطس بالفراخ بنفس الطريقه، مفيش اي مشكله. حلو الكلام. نقعد روزماري حلو كده محترم، عشان برضه عايز شويه شوربه حلوين. اقول لك الشوربه دي تستخدميها في ايه دلوقتي واحنا مع بعض كده. الشوربه اللي انا سلقت بيها الفراخ ديت هستخدمها في البطاطس الجراتان باللحمه اللي انا عاملها دلوقتي، او بالسجق. شوف مقاديرها على الشاشه، صينيه بطاطس بالبشاميل. المقادير على الشاشه، بطاطس معانا. حلو الكلام. اهي المقادير نشوفها مع بعض. صينيه بطاطس عينيه اهي. اه ده الصوره دي، الصوره دي حلوه قوي اللي على الشاشه دي. اه ومعانا سجق او سوسيز وبصل وتوم والتوابل العاديه بتاعتنا. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، مع بلانشه جديده وسكينه جديده، لان احنا هنا مش هنقطع ايه فراخ، هنقطع بطاطس، واكله مختلفه في الطعم وفي الشكل وكل حاجه. عندنا ميه بتغلي على النار، الميه دي حاطين فيها شويه ملح وتسيبها تغلي. حلو. خلونا نغطي الفراخ دي، بس مخرجنا مش عايز نغطيها بصراحه عشان الصوره حلوه، بس استاذنك طبعا. اه عيني، انا عارف انا عارف ان انت بتحب الصوره الحلوه والالوان الحلوه. ايه يلا. تمام. يلا غطيها شويه كده واسيبها. تمام. تعالوا مع بعض نشوف موضوع البطاطس دي الشيف يعملها لنا النهارده ازاي. يعني ايه بطاطس بالبشاميل؟ ما البطاطس يا شفنا نشويات، والبشاميل يعني حاجه كده من الدقيق والزبده، تعلمتنا كده. ايه الجديد في الموضوع؟ الجديد انك تصبر عليا وتشوف هنشتغل ازاي. هناخد البطاطس دي كده، بنقطعها شرايح زي دي كده، شرايح رفيعه بالشكل ده كده، كانك بتقطعها حاجه زي الشيبس يعني، بس خينه شويه. حلو. مثلا الكميه بقى على حسب الصينيه اللي عندك، صينيه كبيره صينيه صغيره، يعني تقريبا كيلو من البطاطس، والسكينه بتاعتك تكون بالشكل اللي انا بقطع بيه ده كده. التقطيعه دي مهمه جدا على فكره. اه شفتي ليه؟ عشان تستوي بسرعه. بعدين البطاطس دي لما بتستوي بقى ويكون التوبنج بتاعنا جوه لحمه مفرومه او سجق مع البشاميل، بتقلب على مكرونه بالبشاميل. الواحد ياخد خرطه كده حلوه مع طبق سلطه خضراء وطبق تبوله وطبق فتوش، تبقى اتعشت يا عم الشيف. قطعت البطاطس بالشكل ده كده، عند الميه بتغلي على النار، باخدها في الميه وبنزلها. آه. تمام. دول كفايه اهو، اخبار الميه ايه؟ زي الفل. شويه ملح صغيرين،
شوية فلفل صغيرين، وناخد البطاطس بتاعتنا دي كده اسمها تشميعة سلق اهو، بحضرها يعني من الاخر. حلو، اللي انا بحط فيها دايما اصفى. الحاجات الصغيره دي بتفرق معاك في المطبخ عشان لما تصفيها تطلع معاك كده. دي البطاطس. حلو تمام، هسيبها على النار شويه وانا شغال بروق نظافتي اول باول. الفراخ على النار ما تقلقيش من ناحيتها خالص، بتستوي بتاخد وقتها. تعالوا نعمل البشاميل اللي معانا جاهز، نجهز التوبك. البشاميل بتاعنا احنا محضرينه علشان احنا بنعرف ايه اللي بياخد مننا وقت ونجهزه. بشاميل خفيف زي ده كده اهو، حليب دقيق زبده، حليب دقيق زبده او سمنه بلدي. البشاميل بتاع البطاطس حليب ودقيق وزبده او سمنه بلدي. حلو الكلام ده، مهم جدا على فكره. مع بعض هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بعد ما يبرد شويه كده بناخد من البيض اتنين، بنكسرهم في قلب الايه؟ جيبوا لي البيض يا شباب، هنكسر البيض ده في قلب البشاميل، هنخليه يبرد على جنب شويه كده. تعالوا نعمل التوبنج بتاعنا. توبنج سجق او سوسيز، بس انا جايب سوسيز النهارده. السوسيز ده منه فيه بيف وفي منه تشيكن. البيف بيبقى لونه احمر والتشيكن لونه ابيض. هناخده زي ما هو كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقطعه كده حلو. حاجه جديده كده حلوه وسهله لكل ام بتتابعني دلوقتي، جو حر ما تقفوش في المطبخ كتير، يعني طبيعي في ايام الصيف بنقلل وقفتنا في المطبخ ونعمل الاكلات السريعه السهله، الاكلات الصيفيه اللي ما بتاخدش وقت كبير، توابلها بتبقى قليلة، لأن الصيف كده كده بيبقى فيه أكلات مميزة فيه توابل قليلة، أكلات ما تاخدش وقت كبير. قطعت السجق أنا، بحط عليه يا عم الشيف شوية ثوم، معانا فلفل أخضر، فلفل أحمر، فلفل أصفر. ناخد الفلفل ده كده بتفاصيله أهو، وناخد كمان الفلفل الأحمر بتفاصيله، كل دولت في قلب الخلاط. دي الحشوة بتاعت البطاطس بدل اللحمة المفرومة. طب الولاد مش بيحبوا السوسيز اللي باللحمة، جيبي لهم اللي بالفراخ. ممكن السجق البلدي يقوم بنفس الدور، ممكن. كل دول في بعض كده زي الفل، وهنشغل الكبة بتاعتنا. الله، كله مع بعض، يلا توكلنا على الله. هنشوف كده الدنيا، نقلبهم كده ونجيب اللي تحت فوق، ده الطبيعي. بقى عندي خليط لطيف وجميل، في فلفل، في سجق، في سوسيز اهو، واتاكد ان انا افرمه كويس كمان. اكيد كمان كده، حلو قوي زي الفل. بعد ما بنخلط الخليط ده يا عم الشيف بنعمل ايه؟ زي ما هو كده بنحضره مع البطاطس. هناخد الخليط ده كده ونشيل دول نخليهم على جنب، بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب الكسرولة بتاعتنا بتاعت البطاطس اللطيفة دي كده ونشتغل في الكسرولة بتاعتنا. البطاطس اخبارها ايه؟ زي الفل، هو ده الشكل اللي انا عايزه. دي بطاطس اتسلقت نص سلقة زي ما هي كده اهي، باخد نصها كده في قلب الصينية. الله، حلو، خلي النص التاني جنبي، هيعمل إعاقة مش مشكلة اهوت، هنسويها كده بالشكل ده كده.
اخد الحشوه اللطيفه الحلوه دي هنا، يا رب تكون اتفرمت كلها، وانزلها هنا كده. شفت بقى ازاي اهو؟ كبار السن الاطفال الحلوين ياكلوا منها، الصغيرين ياكلوا، الصغيرين ياكلوا منها. ده سجق ينزل كله كده، ونسويه كده على وش البطاطس. انا بجيب لك اكلات بسيطه وسهله، ومش لازم يكون عندك لحمه مفرومه في المطبخ او في الثلاجه. شفت الجو ده كده؟ باخد الروزماري ده كده واحطه هنا كده، واخد الوش التاني من البطاطس، الله، وارصه كده واحده واحده. حلو. شفت انا سالي البطاطس في مصفى؟ نفس الطريقه تشتغلي كده. ولازم تحطي شويه زيت وشويه ملح مع سلق البطاطس، علل ولماذا عشان ما تلزقش منك وتقفش منك في قلب الميه. ما تسيبهاش تتسلق كتير، اكله اولادك هيحبوها، كبار السن هيحبوها، بما ان هي سهله المضغ وسهله الهضم، فيها نشويات فيها كربوهيدرات. هو الاختلاف بس بتساليهم عايزينها بالسوسيز اللحم ولا الدجاج، تبقى لطيفه قوي على فكره. اشيل ده خلاص، ما فيهاش، زي الفل يا عم الشيف. تعالوا نشوف البشاميل اخباره ايه. ناخد البشاميل بتاعنا اللطيف ده كده، حلو، عايزاها بالجبنه هتحط جبنه. الله، شفت الحلاوه؟ في اكله زي دي من المطبخ الطلياني اسمها بطاطا ان، ان الاواني يا موازي، اسمها بطاطا ان، عباره عن حليب وبطاطس وكريمه لباني وزبده، كلها بتستوي بعضيها ببعضيها ني في ني. شفت الجمال؟ كفايه. مش هحط الجبنه دلوقتي، جبنه بعد ما تستوي زي ما هي كده، بهزها هزه. الله، وديها ترويه بالمنديل، ودرجه حراره الفرن عندي 180. اعملي الاكله دي لاولادك واسمعي كلامي، هتدعي لي. معانا الفراخ في طريقها للسوى، هناخد الصينيه الحلوه دي يا عم الشيف. ايه الاخبار؟ هو ده الفرن جاهز اهي. صينيه فيها تفاصيل كتيره يا شفيق، فيها البطاطس كربوهيدرات نشويات، فيها بشاميل لطيف وجميل، فيها الحشوه من جوه، التوبنج سوسيز او سجق ده المسمى بتاعه، مخلوط في الخلاط مع توابل، هندخلها الفرن اهي. ايه الحلاوه دي؟ يلا نظره الوداع للابداع في المطبخ اهو. اقفل اقفل يا سمسم. يلا هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف الفراخ المتحمره بالدمعه او بالصلصه، تاكيدا بتحبوها او تروحوا بعيد تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا تشوفوا ايه قصه الفراخ بالدمعه بالصلصه متحمره. انا شخصيا بحبها، بس للامانه بحب نص الفرخه كده يكون بطبيعته، فانا مقطعها هنا تقريبا على 12 قطعه عشان تكفي العيله واصحاب العيله والاولاد. فرخه عندنا مستويه زي الفل، تعالوا نبدا نعملها بالصلصه في الطاسه بتاعتها. طاسه على النار، معانا حبيتين من الطماطم مبشورين، معانا فصين من الثوم مفرومين ناعم، معانا معلقه سكر في المقادير، حلو الكلام، وعصرة ليمون، الله عليك، وعصرة ليمون. حلو قوي. هنبدأ نحط هنا معلقة سمنة من اللي جايباها حماتك في نهاية الأسبوع وجاية تزور مرات ابنها، الست الطيبة ما بتخشش بإيدها فاضية، عشان كده خليكي نشيطة وخش المطبخ، اعملي الأكلات اللي بتحبها. معانا شوية زعتر حلوين، بنبشر الزعتر ده يا عم الشيف على الطماطم اللي عندي دي كده، ونحطه كده، ده زعتر. حلو زي الفل، ريحته بتبقى حلوه قوي. وعندي شويه كمان كزبره ناشفه، يا ويلي، بس الكزبره الناشفه مش هحطها ايه على الطماطم، عايز ريحتها في قلب السمنه. مكعب زبده،
ليا طريقه كده في عمل الصلصه يا رب تعجب حضراتكم، واحنا شغالين مع بعض. الفراخ دي تستاهل. حلو، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اخليكي تاكلي الصوص بتاع الصلصه دي مع شويه رز ابيض حكايه. تسخن معايا معلقه السكر اللطيفه. ايه يا شيف اللي بتعمله ده؟ انت بتعمل كراميل؟ اصبر يا غالي على رزقك، الله يوفقك. دي معلقه سكر، الله اكبر. ونقلبها كده. سكر زبده سمنه، سكر زبده سمنه، سكر زبده سمنه، كزبره ناشفه. موضوع مختلف خالص يا شيف، خدنا في مكان تاني. فص توم حلو محترم. دي مستني الفراخ، انا بديها الايه البوكيه بتاعها. حلو قوي، نسيبهم على النار شويه هسه من الوقت. نعم، هنبص عليها دلوقتي. عايز اشوف صينيه الفراخ، صينيه البطاطس اخبارها ايه. ممكن تبص عليها يعني بص حاجه كده في الفرن يعني تاكل صوابعك وراها. الله، هو ده تمام. نرجع بقى للايه، السكر زبده سمنه على النار. شوفوا التفاصيل دي، التفاصيل دي، شوفوا التفاصيل. الله اكبر، حلو قوي. اخد الطماطم المبشوره بالزعتر، طماطم مبشوره وزعتر، اقلبهم كده. طبعا كله منتظر دلوقتي الشيف المغازي هيحط الطماطم والزعتر على اللي عمله ده ولا هيعمل ايه. كله دلوقتي 90% بيقول لك هيحط الطماطم، العكس. هو ده كده بقى. ناخد الفراخ دي كده. الله، انا عايز اعمل الحاجات الحلوه اللي انا حاططها دي تتحمر. الفراخ ايه؟ الله، طريقه جديده. زبده سمنه سكر، زبده سمنه سكر، وحطيت كزبره ناشفه. دي الفرخه، بسم الله ما شاء الله، اتقلبت لديك رومي. تضحكي؟ سمي بسم الله، البركه في ايدك يا امي. اكله امي اكله البركه. فلفل حار ده. شيل دي من هنا خالص بقى. الله، واسيبها شويه كده. حلو، الليمون معانا والطماطم معانا، ونشيل بقيه الحاجه. خرجنا الجميل. استاذنك نشوف واحنا شغالين مع بعض مقادير الايس كريم في جليم ايس كريم الكنتالوب. ممكن طبعا نشمعه او نعمل له كفر من البندق، فستق، لوز، زي ما انت عايزه. المقادير على الشاشه. كنتالوب خالي من البذر. احنا بنشوف المقادير علشان نشتغل فيه كده ونحضر نفسنا. كنتالوب خالي من البذر، ومعايا سكر محلى. حلو الكلام؟ موجود معانا، وده موجود تقدري تعمليه. انك بتجيبي سكر تحطيه على النار مع حليب لغايه لما يطلع معانا بالشكل ده كده. حاجه كده بتديكي، بتخلي الايس كريم يبقى مديك المط. هو ده، هو ده، هو ده. شفت ازاي القوام؟ هو ده. حاجه ده عباره عن سكر محلى. ده بيتباع جاهز، انت تعمليه في المطبخ. عباره عن، لا ده عباره عن سكر بيتعيد على النار، بنحط له شويه حليب بودر بيدينا الشكل ده كده. سكر بيتعيد على النار وياخد حليب بودر يدينا الشكل الجميل الحلو ده كده. عامل زي العسل، تقيل، زهره البرسيم من خير ارضنا. الفراخ اخبارها ايه؟ بجد انتوا لو مكانه شامين الريحه حاجه كده طالعه، وصفه مغازيه زي ما بقول يعني. سكر زبده سمنه على النار لغايه لما السكر يتكرمل، وبعدين ننزل بشويه كزبره ناشفه بتاعت الملوخيه الطشه، ونبدا الفراخ نخليها زي ما هي كده، نحمرها. هتاكل حته فراخ صوابعك وراها ما اكلتهاش قبل كده. نقلب الفراخ دي كده بقى. هي دي الفراخ المحمره. انا امي الله يرحمها كانت تسلق الفرخه، بعد ما تسلقها تحمرها في سمنه بلدي. يا ويلي، ما اكلتهاش تاني من بعد ما ماتت، رحمه الله على كل موتانا وامهاتنا. شايفه الفراخ اهي، وبركه بقى. كانت الفراخ البلدي، كناش شفنا الفراخ البيضة ولا الحاجة دي خالص.
ايام الحلوه. ناخد الصلصه دي كده، هو ده الصلصه دي، ننزل بقى كده الله، سيبيها بقى تاخد وقتها كده على النار. حلوة، شيل كل حاجة دي من هنا زي الفل. عصرة ليمون، الفراخ دي عدلها والله، لو عاملة ملوخية ممكن تاخد الفرخة اللي انت عاملة عليها شوربة الملوخية تعملها كده. خلي بالك، عصرة ليمون حلوة كده، انا بحبها دايما مع صوص الطماطم عشان الحموضة برضو. اهو زي الفل تمام. اخبار البطاطس ايه؟ لا يستوجب ان احنا نطلعها بصراحه، جاء في وقتك يا حبيبي ابن حلال والله يا مخرجنا، قال لي شوف البطاطس، يعني مش اخرجه بس كمان مخلي باله معايا. انا والله عارف انك انت الصوره الحلوه تسبق الحديث دائما على شاشه القناه الاولى. ايه الحلاوه دي؟ بالله عليك الصوره تعني مليون كلمه ولا لا؟ جوا اطلعها لك كمان شويه بره، انا عارف ساعدك. شوف، لا شوف التفاصيل، فيها سجق سوسيز، تقدر تحط فراخ او لحمه، البطاطس خدت طبعا سلقه نص سلقه، والبشاميل. ايه الحلاوه دي؟ شوف جيب لي التفاصيل وهي بتغلي كده، ايه الحلاوه دي؟ طلعها طلع. ايه عايز الصراحه، عايزه في حته كده عايزه تحمر شويه. بالامان الحته اللي جوه اللي على اليمين، اللي من ناحيه القلب، القلب يعشق كل جميل. اخبار الفراخ ايه؟ اهي الفراخ دي عايزه شويه مكرونه سباكيتي. تقدري عايزه ممكن تحطيها كمان. البطاطس بجد صوره حلوه، خدت اللون، خدت الحمار زي ما حضراتكم شايفين. حطيت الجبنه طبعا في الفاصل عشان خدت اللون بالشكل ده كده. طبعا بيبي في وقت نحط الجبنه. تعالوا نطلع الفراخ مع بعض اللي اتحمرت دي. الله اكبر، بسم الله، تستاهل الفراخ دي شويه بصراحه، هي عايزه شويه رز ابيض تحت منها. الفراخ دي عايزه شويه رز ابيض تحت منها، ولكن انا ممكن اغرفها بطريقه حلوه في السكينه كده. الله، طريقه شيك كده حلوه. احنا بنحب البقدونس دايما، البقدونس ده لو مسلوق، لو مغسول يفضل طبعا. اهم حاجه بتحط شويه بقدونس تحت كباب زي الحاتي كده، ده يتغسل كويس ويتصفى. بتحط بقدونس تحت مشويات يتغسل كويس ويتصفى. بتحط بقدونس تحت سمك مشوي يتغسل كويس ويتصفى. ودايما خلي يقينك في الله سبحانه وتعالى انك انت اللي هتاكلي الاكل ده. يعني حتى اللي بيشتغلوا في المطاعم اخواننا وحبايبنا واساتذتنا من الصغير للكبير، بتعمل الاكل للناس، حط في الاعتبار اللي ياكل بالاكل ده والدتك واخواتك وانت وكل حاجه. هتطلع الاكله من ايدك، هتغسل كل حاجه وتحطها في الطبق. حلو الكلام؟ الفراخ جاهزه اهي، تاكلي صوابعك وراها، فراخ متحمره وسهله خالص اهي. بس هي للامانه كانت عايزه شويه رز ابيض حلوين كده، بيتين في التلاجه ولا عاملينهم. شفتوا الفراخ اهيت، شويه صلصه عليها كده. الله، ناخد بقى البهريز ده كده. شايفين ده كده؟ هو ده اللي انا عايزه، زي ينزل هنا كده. شوف الحلاوه دي كده، هو ده، هي دي التفاصيل الصغيره اللي قالت عليها ست الكل. المعنى كبير والطعم. لا ده الصوص ده بقى حكايه، ما اكلتوش في مكان تاني قبل كده. قول ورايا، سكر زبده سمنه، سكر زبده سمنه. هتقول لي ليه حطيت زبده على السمنه؟ ما هي السمنه ماده دهنيه والسمن والزبده ماده دهنية. لا الموضوع يفرق هنا، انا اول مره اعملها بجد. شفتوا كام سنه خبره في المطبخ، بس ان انا احط الكوكتيل الزبده والسمنه والسكر، كرمله السكر مع الزبده مع السمنه بياخدنا في مكان تاني. دي التفاصيل الصغيره بقى. طب ليه ما حطيتش السكر على الصلصه؟ لا لا، تفرق ان السكر يتحمر ويتكرمل مع زبده وسمنه، وبعدين نحط الفراخ تاخد التشميعه بتاعه التحميره، وبعدين ننزل بالتسبيكه بتاعه الطماطم وتتقدم بالشكل ده كده. البطاطس بتاعتنا جميلة ولطيفة. هنطلع فاصل علشان نجهز نفسنا ونحضر نفسنا للآيس كريم. احنا معانا في كل أسبوع من الأسابيع نعمل يوم فيه يوم مفيش آيس كريم بفواكه، نعمله بالتفاح، نعمله بالبطيخ، عملناه، هنعمله النهاردة بالكنتالوب اللي هو الشمام الحلو الجميل اللي معسل دلوقتي ده من خير أرضنا.
مع تفاصيل صغيره كده خليك تعمل ايس كريم مش موجود في المحلات، موجود عندك في مطبخك انت وبس يا ست الكل. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بيت. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي لما بنشتغل في حلويات حتى تقطعي بطيخه تعملي فروت سلط لابسه بتلبسي جلافزات في المطبخ، غيري الجلافز اكيد، غيري السكينه، غيري البلانش بشويه ميه موارد كده حلوين او ميه زهر، هتروقي على البلانشه وعلى الرخامه اللي بتشتغلي عليها. في اجواء حلوه بتحصل لانك بتشتغلي في حلو، ده مهم جدا على فكره قبل كل عشان كده دايما بسيب الحلو في الاخر او اعمله في بدايه الحلقه. حضرتكم ملاحظين كده يا في الاول يا في الاخر بعد ما كنت خلصت كل حاجه وبطفي النار بتاعتي برضو عشان تكلفه الغاز، الحاجات دي كلها لازم تحطها في الاعتبار. يعني ما بقاش شغال بعمل حلو والفرن مولع مكان البطاطس او انبوبه البوتاجاز شغال او الغاز شغال على الفاضي، كل ده تبذير ملوش عوزه. يعني مقادير الايس كريم على الشاشه شفناها مع بعض، كانتالوب متقطع ده خلاص جاهز زي الفل، عاملينه جارنش كده وبرزنتيشن، ومعانا كانتالوب اهوت جاهز زي الفل حطيناه في الفريزر، وبعد ما اتحط في الفريزر كسرناه اهو ده اهو زي الفل شايفين اهو ده كانتالوب اهو. بص عليه مخرجنا الله المساعده بتاعت المشاهد ربنا يديها الصحه. اه لازم الواحد الناس اللي شغاله معاه ده لازم هو ده دي بيوفر عليا عمليه التبريد. والله لو ما عندكيش ثلاجه هخليك تعملي ايس كريم، يعني ايس كريم ده محتاج لفريزر للامان معناش ثلاجه زي ما انتم شايفين اهو، مش ان احنا مش قادرين نجيب، لا عندنا الثلاجه بس هو ديكور المطبخ يحتم كده. عندنا التلاجة بتاعتنا ومطبخ مجهز 7 نجوم جوه وكل حاجة زي الفل، ده التحضير بتاعي والمزمبراز بتاعي، ولكن ملاش عوزة معايا في الاستوديو، أنا معايا الحاجة جاهزة وزي الفل، ومعايا فول سوداني ومعايا طبعًا الكريم شانتيه جاهز، تعالوا نشوف هنعمله مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة نجيب السكر المحلى ده كده، ونعمل حاجة لطيفة كده في الدورق ده كده، بناخد بسم الله الرحمن الرحيم، الكانتالوب ده كده. ممكن على فكره تخليك انت احسن مني وتجيب ورقتين نعناع اخضر تحطهم مع الكنتالوب ده كده. يبقى كنتالوب بالنعناع، ايس كريم كنتالوب بالنعناع، لف محلات الدنيا كلها مش هتلاقي ايس كريم كنتالوب بالنعناع، هتلاقي كنتالوب، هتلاقي شمام، هتلاقي ايس كريم بطيخ، ايس كريم مانجا، ايس كريم فراوله، ايس كريم فانيليا، انما كنتالوب بالنعناع دي مش في المقرر. ده الكنتالوب مخرز لانه كان طالع من الفريزر واحنا ضربناه في الايه في الكب او في الخلاط. حلو الكلام زي الفل. هنحط السكر المحلى، بص السكر نازل ازاي، بص مخرجنا، بص على الحلاوه، الحلاوه شفت القوام ده كده، هو ده ده بيدي المطه بتاعت الايس كريم اللي احنا بنشوف. حلو قوي زي الفل. معانا كريم شانتيه، ناخد كده شويه، هو ده الله. والله التليفون اللي جاي لي ده تليفون حلو على قلبي، بتوع اسوان اللي انا بحبهم، واهل اسوان الناس الطيبين. شفت الايس كريم طلع ازاي؟ والله العظيم انت بنت حلال بجد، ده كنت هشغل الهاند ميكسر وبتاع والمخرج يقول له الصوت، وقال لي استنى ما تشغلش الخلاط ده عشان تسمع ست الكل. شفتوا؟ نيات يا اخوانا، ربنا رب نيات. بص طلع الايس كريم، انا هحط كمان لسه كمان. والله فكره جميله، ده انا كل يوم اعمل الايس كريم ده، ولا خلاط ولا فريزر ولا اي حاجه خالص. حط حبايه الكنتالوب في الفريزر واعملي شويه كريم شانتيه بحليب مسلك. شفت ازاي؟ ونقلب دول مع بعض، نجيب الكاسات بقى ونعبي الكاسات ودلع الكاسات. شفت الايس كريم؟ لف بقى على محلات الدنيا. ويا سلام زي ما قلت لحضرتك كده ورقه نعناع اخضر تكوني فرماها مع الكانتلوب ده، راح في سكه تانية وطعم تاني خالص. بسم الله جاهز. عايزه تحطي طبعا الكريم شانتيه واخد فانيليا عشان نبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. وحليب مسلج، وتضربيه مع البودر الكريم شانتيه.
عينيه. حاضر. وبعدين شفت القوام ده جاي منين؟ من الحليب المحلى، الحليب المركز. نغرف بقى مع بعض. ممكن على فكره تعملي الحاجات اللي بيحبوها الاطفال، بتجيبي عيدان الخشب الصغيره دي او عيدان القرفه وتحطيها على ورق زبده وتحطي الايس كريم ده حواليها بشكل مستطيل 2 في 6 2 في 4 وتخليها تدف فريزر، بتبقى في ايد الولد كده لطيفه عامله زي المصاصه بتاعه زمان. دي حاجات برضو افكار تعمليها يعني. مشروم مثلج اهو زي الفل، ايس كريم. الله عليك يا شيف، ده هنعمل ايس كريم ده تقدري تعمليه بالبطيخ بنفس الطريقه، غيري الكنتالوب، بدل كنتالوب يبقى بطيخ. تفاصيل صغيره دايما بقول عشان البساطه والسهوله بتوصل للقلب بسرعه. عملنا شويه فراخ حلوين، عملنا صينيه بطاطس جامده جدا العالم كله هيتكلم عنها بتفاصيلها الصغيره، لان احنا متشافين في كل دول العالم. لما بقول العالم مش فلسفه، القناه الفضائيه المصريه بتاعتنا متشافه في كل دول العالم، والقناه الاولى متشافه في كل دول العالم في مصر والوطن العربي. هنبدا نزين الايس كريم ده بالبندق او بالفول السوداني او بشويه لوز زي ما انت عايزه. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، رؤيه فن ابداع حب، تحتها خط كل يوم من مزبيرو. We'll be right back.